تظاهر آلاف المحتجين العرب والغربيين في مسيرات شهدتها عواصم عالمية مختلفة دعما لدمشق ورفضا للعدوان الغربي ضد سوريا وتنديدا بالتدخل العسكري الغربي في المنطقة. شهدت عدة عواصم عربية وعالمية مظاهرات رافضة لأي تدخل عسكري غربي في سوريا، وتظاهر عشرة الأمريكيين أمام البيت الأبيض احتجاجا على احتمال شن غارات عسكرية على سوريا. الاحتجاجات ذاتها شهدتها مدينة نيويورك بعدما توافد المئات على ساحة تايم سكوير للتعبير عن رفضهم لتوريط بلادهم في حرب شرق أوسطية جديدة، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها سوريا العراق نفس الأكاذيب. كما احتشد آلاف المتظاهرين أمام القنصلية الأمريكية في مدينة سيدني الأسترالية تلبية لدعوة مجموعة ارفعوا أيديكم عن سوريا والقوى الوطنية والعربية والإسلامية، وندد المتظاهرون بالتحالف الأمريكي الصهيوني ضد سوريا. إلى ذلك نظم آلاف اليونانيين مظاهرة بالعاصمة اليونانية أثينا ضد توجيه ضربة عسكرية لسوريا، ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة. أما في تركيا فتظاهر العشرات أمام قاعدة جوية للمطالبة بعدم استخدام الأراضي التركية نقطة انطلاق للغارات المتوقعة. ونظم تحالف أوقف الحرب في بريطانيا مظاهرة وسط لندن احتجاجا على خطة غربية لضرب سوريا، وقال التحالف أن مثل هذا الهجوم يمكن أن تكون له عواقب كارثية. وكان التحالف نظم الخميس الماضي مظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية احتجاجا على مهاجمة سوريا. وفي باريس نظم مئات المناهضين للحرب مظاهرة ضد أي عمل عسكري غربي محتمل في سوريا، وكان غالبية المشاركين من الناشطين المناهضين للحرب واليساريين. وأظهر استطلاع للرأي أن معظم الفرنسيين لا يرغبون في مشاركة بلادهم في عمل عسكري ضد سوريا. عربيا خرج آلاف المتظاهرين في المحافظات اليمنية منددين بأي هجوم عسكري قد يطال سوريا، وندد المتظاهرون بالتهديدات الأمريكية الأخيرة، وحذر المتظاهرون في بيانهم من السماح باستخدام مياه اليمن لمرور السفن العسكري الغربية لتنفيذ العدوان. وفي مصر عبرت الأحزاب الوطنية عن رفضها للعدوان على سوريا، ودعت حركة تمرد الشباب العربي إلى التصدي للمخطط الأمريكي في سوريا، وحذر التيار الشعبي من تأثير هذه التطورات على الأمن القومي العربي والمصري، داعيا الجماهير العربية إلى الاستعداد للخروج في مسيرات حاشدة ضد الهجوم. وفي تونس نظمت لجنة مقاومة العدوان على الأمة العربية بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ وشخصيات حقوقية وممثلين عن منظمات المجتمع الأهلي وقفة احتجاجية للتنديد بالتهديدات الغربية بالعدوان على سوريا، وحذر المتظاهرون من إعادة سيناريو الهجمة الاستعمارية داعيا التيارات الوطنية إلى التظاهر لنصرة الشعب السوري.